إذن قبل ما نبدا في الموضوع هذا يتسمح من غسل راس التريجة كذا. إذا السلام عليكم، أزول مرة الإخوة والأخوات اللي كيتابعوا لي لاباج لي فلان ديسبورا من المغرب، من الدياسبورا، من الناس ديال الدول المغرب الكبير أو شمال أفريقيا، الناس اللي كيتابعوني هنا في لاباج. اولا بغيت نستغل هذه الفرصه هذه باش نحاول ما امكن نشكر واحد السيد في الحزيمه، واحد السيد اللي انا ربما تنقدم له كامل التقدير والاحترام، واحد الشخص اللي هو بسيط من البسطاء من ابناء الحزيمه، الغيور على منطقته والغيور على الأوضاع ربما في هذا الوقت العصيب، وهو مبادرة ديال التكافل الاجتماعي. بزاف ديال الناس ديال الحزيمة كتعرف واحد الشخص سميتو محمد القدوري. محمد القدوري وهو صديق ابن سيدي عابد، كيتواجد في الحزيمة، خرج بمبادرة، وحنا كمجموعة من الأصدقاء، وخاصة كنهضر على راسي أنا في المتوكل، كنهضر على مجموعة من الأصدقاء اللي هما ماشي بزاف، تقريبا حنا غير شي 7 الناس، بيناتنا كنحاولوا ما أمكن باش نقدموا ما يمكن تقديمه من مساعدات، ربما ليس المادية وإنما مساعدات اللي هي معنوية تتجلى في توزيع مجموعة من المواد الأساسية لبعض الأسر المعوزة، بعض الأسر اللي هي ربما فقيرة تعيش في الهوامش، تعاني في هذه النكسة، في هذه النكبة. وأنا كابن منطقة الحسيمة معيت بعض الأصدقاء الأقرباء لي أنا، خرجنا بتكافل معنوي يتجلى في توزيع المواد الأساسية على مجموعة من العائلات. السيد محمد القدوري هو الشخص اللي ربما اخترناه لأنه إنسان آهل للثقة، إنسان يوصل الأمانة للناس اللي هما مضطرة أو لا متضررة من هذا الوباء ماديا ومعنويا. إذا ما غاديش نفوت هذه الفرصة باش نشكر الأخ محمد القدوري على المجهودات اللي كيدير بدون مقابل مادي، بالعكس يقدم الغالي والنفيس من وقته، من يعني تضحياته، تيمشي العائلة عائلة اللي هي كيختارها وكيعرفها، معية بعض الأصدقاء اللي عنده في اللجنة تيعرفوا لمن يعطيو المساعدات متاعنا اللي هي مساعدات آنية وإنسانية. وبالمناسبة أنا تنقول للناس اللي كتعرفني من هذا المنبر، كنقول بأن عندنا الناس في الريف محتاجة للناس ديال الدياسبورا، محتاجة للناس ديال الدياسبورا، محتاجة المساعدات متاعنا، محتاجة للتكافل الاجتماعي ديالنا. حنا دوكا 7 الناس، تناخد واحد البركة من عندني أنا كنعطيها للسيد. السيد كيشبر المسألة ديالو البركة، تيجلس وعملنا واحد السيد كيبيع المواد الأساسية بالجملة، كيعطي المواد الأساسية لمحمد القدوري بالجملة، بالثمن ديال الجملة كتقام علينا كفة ب 250 درهم، هي كومبرا تقريبا على الأقل سيمانة أو لا 20، 25 فرانك الكفة، 25 فرانك العائلة. إذا لحد الآن تم توزيع تقريبا ما يقارب أكثر من 80 يعني كفة مساعدات المواد الأساسية، من حليب، من البيض، من السكر، من المسائل اللي تحتاجها
الإنسان في السعادة وهو يتواجد في الحصر الصحي ومع سندان الفقر والجوع و يعني ما كايناش المدخول. اللي بغى يدير شي حاجة من هذا الجانب اتصل بيا عبر بريد الصفحة في الميساجات ديال الإيميل ولا الميساج ديال ريفلان دياسبورا، يقول لي واش مستعد يتكفل بربعة ديال الكفات، كل كفة ب 25 فرانك، كل كفة ب 25 فرانك، كاين اللي يقد على أربعة الكفات، كاين اللي كيقد على 10 الكفات، كاين اللي يقد على 6 الكفات، كاين اللي يقد على جوج ديال الكفات 50 فرانك، أربعة الكفات 400 فرانك، 10 الكفات وكذلك كتب الشهيدة. اتصل بيا نشوفوا اللوجيستيك كيفاش نعملوها، نسردها لمحمد القدوري باش يقوم بالمهمات. لحد الآن نراقب صغيرة وكبيرة وهو يدلينا بالفاكتورات وجميع المسائل. وهنا ما تنصوروش مع العائلات، ما كان ديروش البوز غير فقط من تحت لتحت. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تشوف بأن الوزير الداخلية المغربي كي قال واحد الكلمة وبزاف د المغاربة وبزاف من الصحافة ديال المغاربة ما ردولوش البال. اش قال؟ قال واحد الكلمة، حنا في باطو، إما غادي نفلتو كاملين أو لا ربما غادي نمشو فيها كاملين. وهذا قالها وزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت، اللي هو مسؤول على قطاع ديال وزارة الداخلية ولا وزارة الداخلية، الأمن الداخلي ديال المغرب. ما معناها المغزى نتاع أن وزير مسؤول في السلطة التنفيذية في الحكومة الأغلبية، وزير طبعا تكنوقراطي غير منتمي مختار من الملك. إذا عبد الوافي الفتيت كيقول بأن احنا في واحد الباطو، إما غادي نغرقو كاملين إما غادي نفلتو كاملين. ما معناها؟ أنا غنشخص المعنى متاعها. حاليا إخواني أخواتي، في الحالة التي يعيشها المغرب حاليا مع الأسف الشديد، رغم أن احنا الريافة ديال الدياسبورا تنتقد المؤسسة الملكية، تنتقد الحكومة، وتنفضح جميع من سولت له نفسه باش الفساد والسرقة وبزاف الحوايج من الشهادة، ساهمنا في انتقاد البناء. لكن رغم كل شيء، عفوا قيل كيمشي ليا، رغم الاعتداءات اللي عملته الدولة في حق العوزات الشباب ديال الحراك الشعبي وفي حق منطقة الريف، الحقد القضائي اللي عند الدولة ضد الريافة المبني على بعض جو سي با، ولكن احنا كريفي دياسبورا ربما سكون طرفا في انقاذ هذا المغرب. ما كنعبروش هنا عن الحقد والكراهية للدولة، بالعكس كنعبروا على الغيرة ديالنا على الوطن. حنا وكما كنحلوش هذا المغرب وكنحلوش الدولة تكون مقومة في التعليم وفي الصحة وفي المؤسسات السياسية ومؤسسات كذا كذا، ما كناش يعني حنا منهضروا او نديوها فيها. بصح حنا اليوم في نكبة، احنا في نكبة. هنا ما معنى المغرب يعيش فوضى؟ اولا الحكومة غائبة في هذه النكبة، الدولة متلوفة ما عرفاش كيفاش تتعامل مع هذه الجائحة ديال وباء كورونا. فين كيتجلى هذا الشيء؟ هذا التلف هو ان المؤسسة ديال الدولة ما كتعطيش الحقيقة أو المعلومات للشعب.
المغربي على هذا الشيء هذا اللي وقع في المغرب. أولا، جميع المغاربة كيتساءلوا حاليا واحد الوزير كان كيخرج وكل مرة كيقول هضرة وتصريحات أن هذا الفيروس جا وغادي يدوز، أرى غادي يجي الصيف وغادي يمشي هذا الفيروس كذا. وهو أولا رئيس السلطة التنفيذية، رئيس ديال الحكومة المغربية سعد الدين العثماني. الشعب المغربي دوكا تنشوفو أنا في فيسبوك وفي منابر التواصل الاجتماعي كيسألوا فين هو رئيس الحكومة. ثانيا، قبل رئيس الحكومة كنعرفوا بأن جميع رؤساء الدول في العالم خرجت في إطلالة على شعوبها لتطمئنها على هذه الجائحة ديال كورونا. على الأقل أن في المملكة المتحدة بريطانيا، رغم أن الملكة فيها هي رمز لا تتدخل في ما هو سياسي، يعني معناها تحكم ولا تسود، خرجت على الأقل برسالة عبر الديوان الملكي لباكنهام بالاس أو القصر الملكي تاع الملكة في لندن. الديوان الملكي متاعها خرج برسالة رسمية على أساس أن الملكة راه هي على بالها هاد الوباء وعلى بالها لا بانيك أو لا التخوف ديال الشعب ديالها من هاد الوباء، وفي طريقة التعامل يعني أن الحكومة عطت لها الأوامر، لأن يا رئيسة الدولة تتبقى the head of the state، هي المشرفة وهي اللي تتعين رئيس الحكومة وهو في تواصل معها على مسألة ديال هذه الجائحة ديال وباء فيروس كورونا. مزيان، إذا رئيسة بريطانيا خرجت برسالة لاطمئنان الشعب تاعها والرعاية تاعها، وحنا كشعب بريطاني رحبنا بهذه الالتفاتة الملكية من الملكة إليزابيث وتقبلناها، وهو وفق الدعم نفسي كيبقى. لكن السؤال المطروح ودائما انا طرحته في المباشر اللي داز والمباشر اللي قبل منه، هاد ثلاثه المباشرات فيما يخص هذا الوباء مؤخرا، على اساس ان المؤسسه الملكيه غائبه والتي تتجلى في رئيس الدوله الملك محمد السادس، هو انه ربما قام بالتقصير على يعني ربما الكل يتساءل، الكل يقول بأن محمد السادس ما كاينش، نيكزيست بلو ونيكزيست با في هاد الوقيته اللي هي ربما. إذا أنا لنفرض أنا مثلا نوفل المتوكل عندي دولة، أنا نوفل المتوكل عندي دولة وأنا الرئيس ديالها، وفي الدستور أنا اللي عندي في الدولة يقول بأن أنا أمير المؤمنين ورئيس الأركان وحامل ملة الدين وأحكم وأسود، أنا علي في مسؤوليتي أن أخرج في خطاب ربما إن لم يعني لم يعني تساعد الإمكانيات للملك في خروج خطاب مباشر أو لا في خطاب رسمي لمخاطبة الشعب والتحدث معه بلغة يعني الاطمئنان. هو انا ربما تشوف الشعب ديالي زاد له التخوف، زاد له يعني من هذا الشيء هذا، لازم انا نوفل المتوكل رئيس الدوله نخرج نحكي مع الشعب تاعي ونقول له بان انا الشعب ديالي انا مسؤول عليكم، انا بان هذه الجائحه هي جائحه تسود جميع العالم، دول العالم بدون استثناء، ونحن في نكبه ونحن في كذا، اذا لنتعاون جميعا نعاونوا بعضيتنا، كل واحد من جهته، كل واحد من مكانه، كل واحد من مسؤوليته، أنه في هذه الساعة هذه راه الوطن فوق كل اعتبار،
راه مسؤولية ديالكم ومسؤولية ديالي أنا، راه هاد الوقيتة هادي وقت الشدة ولازم لينا باش نساعدوا بعضيتنا باش نقدوا ما يمكن إنقاذه. لكن مع الأسف الشديد، وأنا ربما أنتقد نقدا بناء، ولا يعني وفق الترهات أو وفقت من أجل التحدث، فقط من أجل التحدث واستظهار العضلات والحقد على أنها الدولة كذا. إذا احنا عارفين نقاط الضعف ديال الدولة، عارفين مجموعة من المسائل، هي الدولة المغربية مسكينة ضعيفة. النهار اللي كنقول ضعيفة، الضعف يتجلى، وتتشوفوا انتوما دوك المغاربة، وتتشوفوا انتوما الناس اللي من هذا الوطن على أساس أن المغرب في حالة ربما ما تواحد ما ساتيسفي، أو لا واحد ما ربما مقتنع بالطريقة ديال المؤسسة ديالها والمسؤولين ديالها لكي يتعاملوا مع هذا الوباء. أولا هنا مسألة غياب، نقول له الملك ربما مريض برية، عنده الدقة في القلب، ربما المشكل الصحي، هذا المشكل الصحي ديالو ربما ما غاديش يخليه ربما يكون في احتكاك مع المستشارين ديالو ومع الناس اللي تتساعدو كدا وداك الشيء في البلاط. نقول له اوكي، لكن رئيس الحكومة قالوا لي بأنه ما فيهش كورونا، إذن إلى الملك رئيس الدولة الذي يحكم ويسود غائب، وبالتالي رئيس السلطة التنفيذية دياله العثماني غائب، الوزير مكلف بالقطاع الصحي غائب، إذن هذا الغياب وهو استهتار، وهو عدم يعني ما تتبينش بأن كاينة وطنية طبعا يعني حقيقية تيتشبثوا بها هادو، ما كتجلاش هنا الوطنية في هذا الغياب وفي هذا الاستهتار وبعدم اللامبالاة بملايين ديال الشعب المغربي اللي تيعاني في صمت، وحنا تنشاهدوا ما يقع في المستشفيات المغربية من بعض التسريبات ديال الفيديوهات اللي تتخرج تعبر وتعكس على مدى يعني حالات مستشفياتنا في المغرب. مازال ما عرفناش بيان من الحكومة أو من الناطق الرسمي باسم الحكومة، يخرجنا بخطاب أو ببيان يشرح لنا ويشرح للمغاربة ما سبب اللي جعل العثماني يتراجع ويتخبى في الدار بدل مواجهة المسألة ديال هذا الوباء. يبقى رئيس الحكومة منصب سياسي، ما معناها أن رئيس الحكومة هو ممثل أولا ديال الناس اللي صوتت عليه، وهنا كنهضر على رئيس حكومة هو ممثل ديال في البرلمان، ومن بعد الأغلبية تتشكل هذه الحكومة اللي عندهم الأغلبية كشكل الحكومة، وبالتالي هذه الحكومة كسلطة تنفيذية تعينها الملك وعلى عاتقها مسؤوليات لازم أتقدمها المواطن المغربي. السؤال المطروح وهو أين السلطة التنفيذية؟ أين رئيس الحكومة؟ أين الوزراء اللي هما كاينين في هذه السلطة التنفيذية؟ وبالتالي تمشور النقطة الثانية، تنعرفوا بأن الأحزاب السياسية في المغرب اللي هي أكثر من 30 حزب سياسي، حتى شي زعيم حزب سياسي في المغرب، لأن الأحزاب السياسية في المغرب دورها
وهي تأطير المجتمع المغربي في القواعد في التواصل معها. لكن أين تتجلى الوطنية بتاع رؤساء الأحزاب السياسية؟ أين هذه الوطنية ديال الحكومة؟ أم نمشيو السلطة التشريعية، وهي السلطة التشريعية اللي تتجلى في البرلمان. البرلمان فيه ممثلين ديال الأمة، ممثلين ديال الشعب، أكثر من 350 وقيلة ولا ما عرفش الرقم برلماني يمثلون هاد الأمة اللي كاينة في المغرب. غياب مؤسسة تشريعية من هاد النكبة، غياب السلطة التنفيذية من هاد النكبة، وغياب كذلك الطرف الرئيسي وهي المؤسسة الملكية من هذه النكبة. إذن هنا إذا غابت هاد العناصر الثلاثة، السلطة التشريعية والتنفيذية، ما مشوش القضائية، دوكا ما نحتاجوهاش، نهضروا على المؤسسة الملكية. إذن هنا هاد ثلاثة ديال العناصر ديال هاد الدولة فقط، هاد ثلاثة ديال العناصر. إذن هنا الدولة غايبة، الدولة غايبة، وتبين على أساس أنها غير مؤهلة، وتبين على التقصير، وتبين على أنه ضعيفة، وتبين بأنها غير مسؤولة وغير وطنية. بزاف ديال الإشاعات، بزاف ديال قصاصات، بزاف تحليلات بعض الأحرار اللي هما مغاربة تيتكلموا عبر قنوات اليوتيوب في مواضيع كثيرة، ومنها خاصة اليوم النقاط الرئيسية اللي ذكرتها اليوم، ما هو غياب الملك، غياب رئيس الحكومة، غياب الوزير المكلف بالقطاع ديال الصحة. أنا مكلف بالقطاع الصحة، أنا وزير ديال الصحة مثلا، أنا عنصر من الحكومة، مادام هاد الشيء هذا تيتعلق بالصحة ديال سلامة المواطنين المغاربة، لازم أنه يوميا مع خمسة العشية في هذه حالة الطوارئ أنني نخرج في تصريح يومي من خمسة العشية حتى لستة العشية، في تصريح بالأرقام إحصائيات للشعب على الناس اللي ماتت، الناس اللي تشافت، والإجراءات الاحترازية عفوا اللي تتقوم بها الحكومة متاعو، لأنه هو عنصر من الحكومة أو لو فرد من الحكومة لمواجهة هذه الجائحة. مثلا مؤخرا شفنا بعض، شوفوا بعض، يعني شنو نقول، يعني ارتجال، تشوفوا كل مرة من وزارة الصحة. ومؤخرا شفت واحد الصديق ديالي ريفي، الصديق ديالي كان معايا شي ايامات في الاتحاد الاشتراكي في الشباب الاتحادية، وكان تلميذ في البروموسيو ديالي في اعداد ديال سيدي عابد، الدكتور معاذ المرابط. شفته مؤخرا تفاجأت، انا كنعرف فؤاد معاذ المرابط ولد باريو بريرو في الحسيمة، بعد احياء الحسيمة، حي من احياء الحسيمة، قريب الجار ديال ناصر الزفزافي، شي 200 300 متر و 400 متر بيناتهم. شفتو خرج هو مؤخرا، هو راه تخرج طبيب، ونهار اللي تخرج طبيب ما نعرف فين تعين، مشي من مدينه كدا، ولكن تفاجأت بأنه خرج هضر في بلاصه ديال وزير الصحه معاذ المرابط ابن مدينه الحزيمه، صديق ديالي، صديق ديالي الطفوله،
قرا في طريق بنو زياد، طلعنا لسيدي عابد وكذا، كان سبقني انا بعام بس سبقني في الدراسه. خرج مؤخرا معاذ المرابط ابن مدينة الحسيمة يقوم بمقام الوزير المكلف بالقطاع الصحي في الحسيمة في المغرب، وكيقرأ علينا قصاصات البيان متاع وزارة الصحة في خطاب إنشائي، نقول خطاب إنشائي، بلاغة إنشائية وليس بلاغة للتواصل من أجل الاطمئنان كذا كذا، وفقط قراءة ما يمكن قراءته، والسلام عليكم ورحمة الله وبشي بحاله. أنا ما غاديش اللوم معاذ المرابط، الدكتور عفوا معاذ المرابط الصديق، هو وفقط ربما في مسؤول رئيس قسم رئيس مصلحة من المصالح للكينة في وزارة الصحة، هو وفقط موظف يؤدى على خدماته، لكن الوزير اللي عنده منصب سياسي وهو اللي كيخص يخرج في خطاب او تصريح صحفي لاعطاء المعلومات والحقيقه والارقام الحقيقيه يكشفها ويعملنا جرد للاحصائيات بالتدقيق والاجراءات لتتخذ للدوله ولا الحكومه لمواجهه هذا الوباء في ارقام وفي يعني افكار اجراءات اقتراحات فوالا فوالا فوالا. انا غنجي نعطيكم بعض الاحصائيات، انا ماشي وزير الصحه، مثلا نهضروا على المغرب، اخر احصائيات اللي توصلت بها هي 540 534 حاله حامله لفيروس كورونا مؤكده. عدد الوفيات، الاحصائيات اللي توصلت بها لحد الان، عدد الوفيات 33 حالات وفاه. الشفاء للناس اللي تشافت وتعافت من هاد الحالات المؤكده ديال 534 هي 14 حاله، الله يبارك. 534 حاله مؤكده وفقط 71 حاله جديده last 24 hours، 24 ساعه الاخرى بانت 71 حاله. لكن انا لدي التحدي ان هذه الارقام مع الاسف الشديد ما راهاش صحيحه. هذه الارقام هادو اللي قلتو للشعب وتتزوقوها وتديروها في مواقع التواصل الاجتماعي وفي على الاقل وزاره الصحه يجب ان تقوم بتحديث الموقع الالكتروني بتاعهم، لانه لا يمثل يعني الصورة ديال وزارة الصحة في المجال الإلكتروني. هذا عند موقع أو سيت ويب موقع ضعيف في المعلومات، ما كيعطيش المعلومات، ما كيعطيش الإجراءات، ما كيعطي حتى شي حاجة. لكن أنا كنشخص الحالات اللي تشوف قدامي وهذه الأرقام. أتحدى الدولة كيف بالله عليكم within 2 weeks في ظرف جوج ديال السيمانات 33 حالة وفاة؟ هذا ماشي رقم حقيقي. عطيو الأرقام للناس باش تعرف الحقيقة. أنا على بالي بأن النظام يريد حجب ما يمكن حجبه من إعطاء الحقيقة للشعب لكي لا يتفاجأ من هذه الأرقام اللي هي ربما كنشوفها بأنها معدلة من أجل إرضاء أو مص أو امتصاص الغضب الشعبي. هذه ماشي أرقام السلطة التنفيذية الحكومة، هذه ماشي أرقام،
ما قدرتش دابا ما لقيت معاه من نتخاطب. رئيس الحكومة ما كاينش غايب، وزير الصحة غايب، رئيس الدولة غايب، معاه من غير خطب. اش غادي انا دابا دوكا شكون غادي نخطب؟ وما بالك 40 مليون تتستنى وتترقب من الإذاعة الأولى والثانية وبعض الصحافة اللي تشري الأخبار من وكالة لاماب قصاصات، وبعض مجهودات الصحفيين من هنا ومن هنا من أجل استخلاص بعض المعلومات من كذا. المغرب في خطر، نهار اللي كنقول المغرب في خطر افتح واحد القوسين، النظام في المغرب في أي يوم تيدوز في هذه النكبة كيعيش الخطر. النظام المغربي مقرون البقاء ديالو ب ربما الطريقة يمكن تغيروها في التعامل مع هذا الوباء. لا تعبرون عن المسؤولية، مع الأسف الشديد لا تعبرون عن الوطنية، لأن هذا الشيء هذا خطير جدا باش تعتموا على المواطنين وعلى الشعب اش تتوقع في الدولة. الدولة حنا ننتقدوها، نعبروا عن الغضب تاعنا من حقنا، لان شوفوا التقصير، ما تشوفوش مسؤولية تتأدى كما يجب ان تؤدى. لكن انا ماشي مبطي في البرلمان باش نحكي ونتجنن ونغير على واحد الشعب دوتي ربما غادي الهاوية. اولا دوكا تنعرفوا الواقع كي راه، لكن دوكا خصنا الافاق. الواقع عارفينه كيفنا هو، بصح الافاق، ما معنى الافاق؟ غدا حان الوقت باش تعدلوا وتنظموا ريوسكم في خلية الإعلام والتواصل مع الشعب. رئيس الحكومة متي تجبدوه من الدار خرج تواصل مع الشعب، لأن ما يمكنش أي الدولة رئيس الحكومة متاعها غايب ورئيس الدولة الملك غايب والشعب مسكين غيبقى كيتفرج وغيبقى هو مسكين كيتحنزز وغيبقى على الله. هي هذه ماشي دولة ديال على الله، الدولة هذه ما سميتهاش دولة على الله. هاد السياسة كور وعطي العور، هاد السياسة ديال صدعتونا الراس بان رب مسؤوليه بالمحاسبه، رب مسؤوليه بالمحاسبه. انا ماشي مسؤول في المغرب باش تربطوا لي هذيك المحاسبه بالمسؤوليه اللي عطيتوها ليا. يجب رب مسؤوليه بالمحاسبه الناس اللي على عاتقهم المسؤوليه دوكا، وهو رئيس الحكومه تجيبوه تعملوا في فرونت لاين، فرونت لاين في المقدمه، يخرج يخرج يحكي يهضر ويعطينا الأرقام، يعطينا الأرقام. لأن إلى مشينا في هذا الجانب ديال الأرقام اللي تنعطي لكم، نعطيكم أرقام أخرى رغم أنني أنا ماشي رئيس حكومة، انا ماشي مسؤول في المغرب، انا هو فقط انسان كنعبر عن الانسانيه ديالي وكنعبر عن الغيره ديالي وكنعبر لان احنا عايشين هنا وكنواكبوا طريقه التعامل الحكومات هنا في بريطانيا وفي جميع الدول الاوروبيه وفي العالم، الطريقه متاعها كيفاش تتواصل مع الشعب متاعها وكيفاش تتواصل وكيفاش تتقدم اجراءات وكيفاش يعني كنشوفوا المساله كيفاش خدامه هنايا. اذا حنا تنستافدوا من هادو
تنجيو كنشخصوا الواقع في المغرب، كنلقاو فرق كبير بان هاد الناس مسؤولين على الشعب ديالها، كيقدموا لهم الغالي والنفيس، ولكن مسؤولين بتاعنا في المغرب ما كيقدموا لا غالي ولا نفيس، وهو هي كور عطي اللعور. نعطيكم الحالات التي يتم اختبارها، الحالات اللي كي تيستيوها في المغرب كل نهار، واش في كورونا ولا ما فيكش كورونا، من الحالات التي تظهر ومن الاعراض التي تظهر على بعض المواطنين اللي كيقصدوا وزارة الصحة او لا المستشفيات المغربية، شحال الحالات او لا شحال القطاع الصحي ما كيقولناش الاحصائيات، وزير الصحة او لا داك رؤساء المصالح وكذا اللي كيصرطوهم هما الاولين اللي كيهضروا، ما كيقولولناش شحال ديال الاختبارات ديال اللي كيديروا دي لي تيست، يعني باللي لي تيستور اللي عندهم شحال ديال كذا. انا نعطيكم الارقام في المغرب، هنا في بريطانيا مثلا 10,000 تيست في النهار، 10,000 ديميل تيست باغ جور، 10,000 تيست بير داي. نمشيو للحالة ديال المغرب، 100 اختبار في نهار واحد. إلا كنتي في الحسيمة داولك هذاك الشيء باش غادي يمشي يديروا له تيست في لابوراتوار، غادي يديوه من الحسيمة تضرب 12 ساعة، تمشي حتى للدار البيضاء والرباط باش يتيستيوها تما، دير الصف مع هذوك اللي كذا باش تعرف من خلال 24 ساعة واش انت في كورونا ولا ماشي كورونا. هنا في بريطانيا وفي بعض الدول الاوروبيه، رغم انه كاملين في الازمه، لي تيست كيخرجوا في 15 دقيقه، 15 minutes instant blood test ولا وشي حاجه من هادشي، هذا instant results تمتم من با 15 مينوت. واحد راه في الداخله في العيون، ما عندهمش مختبر في العيون مثلا، ياخذوا هذاك العينه تمشي حتى للدار البيضاء باش تعاين تشوف واش الحالات كورونا، هو السيد هو في العيون. جميع الحالات اللي ربما مشكوك فيها على مستوى اقليم الحزيمه ثم ارسالوها الى الدار البيضاء عبر سيبا ستيام او لا شي حاجه، كتبقى تما تقريبا 32 ساعه عاد يعرف مولاها واش هو حامل الفيروس ولا ماشي حامل الفيروس، او لا حاله مؤكده ولا غير مؤكده. عدد الحالات التي يتم اختبارها في المغرب اليوم وهي 100 حاله يوميا، لكن المشكل العويص اللي الدوله ما قالتهاش الشعب، ما قتلاش الشعب شحال عندها ديال لي تيستور، شحال عندنا ديال لي كيت باش تيستيو. حاليا في الدوله عملت عقد، نعطيكم الارقام، ما رانيش مسؤول في الدوله بصح نعطيكم ارقام. الدوله عملت العقد مع كوريا الجنوبيه، عملت العقد مع كوريا الجنوبيه باش غادي يشريو 100,000 كيت باش غيتيستيو الشعب. شحال طلب دارت الحكومة المغربية؟ الحكومة المغربية طلبت من كوريا الجنوبية 100,000، يعني لي تيستور لي كي ديال لي تيست باش كيتيستو، باش اختبار كتمشي اللي كيتيستو به 100,000. الكوريا الجنوبية عطات لهم 10,000 زايدة على 100,000 كهبة إنسانية، كهبة إنسانية زايدة على 100,000، ولكن مازال ما وجدتهمش. لأن علاش ما وجدتهمش كوريا الجنوبية؟ لأن كوريا الجنوبية عندها طلبية ديال تقريبا 47 ديال الدولة، يعني كاينة الفيلة، كاينة لاكو 47 دولة ومن بينها المغرب دوكا في الصف تتستنى باش توصل ب 100,000
بزياده ديال 10000 كهيبه انسانيه ديال لي تيستو من كوريا الجنوبيه. يعني حاليا في المغرب ما عندهمش الامكانيات اللي هي ربما اللي غتكفي من هنا السيمانه باش يتيستو، لان يعني غيكون مريض ما عندوش باش يتيستو مع الاسف الشديد. هذه هي الحقيقه. بصح هذا الشيء هذا ما كنسمعوهش في التصريح الصحفي لممثل ديال القطاع الصحي في المغرب، وهو استهتار وهذه تعتيم وتضليل المجتمع المغربي بعدم اعطاء الحقيقه. هذه هي الحقيقه، ما هضرتوش عليها في الصحافه، هذه ما هضرتوش عليها في التصاريح الصحفيه ديالكم او لي كونفيرونس دو بريس ديالكم. مع الاسف الشديد عملوا بارطاجي هذا اللايف، لان هذا الشيء هذا خصو يوصل للشعب، خص هذا الشيء يوصل للشعب. هيدا باش باش نعملوا الفتنه باش يعرف الحاله كي راهي. اذن من هذا الشيء كامل اللي تنهضر عليه، وهو تتجلى في واحد الجملة، وهو غياب أو لا ضعف في تشخيص الحالة من طرف الدولة لهذا الوباء. مازال الدولة تالفة، كاين ضعف، واحد لابسونس، كاين ضعف في تشخيص ديال هذه الحالة. وزير الداخلية كيهضر كيقول هضرة، احنا راه في الباطو. الى هاد الباطو اما غادي نفلتو كاملين او لا غادي نعيشو فيه كاملين. شوف على هضرة تا واحد مرض هالبال، وهذا عنده دلالات عميقة جدا من هاد الهضرة. عارفش كاينة ان المغرب في خطر. رئيس الحكومة في الاول قال لا راه هذا غير كورونا، راه غير جاية، راه الصين وكدا وتبقى تما، راه صدق كورونا كاينة في المغرب تنتشر وتتمشي للناس وماتوا ديجا بلوس كو ربما اكثر من 40 او لا 50 واحد ماتوا، لكن في الرقم ديال المغرب الرسمي وهو تقريبا 33 34 حالة وفاة. إذن الشفاء أقل، عفوا يعني الشفاء نعم أقل من عدد الوفيات، يعني نسبة الوفيات فايقة ب 60% من عدد الحالات اللي هي تعافت وتشافت. ترى هنا تباين، واحد المفارقة كبيرة هذه. هنا تبين بأن القطاع الصحي في المغرب هزيل وهش وضعيف جدا. نمشيو للحالة الأخرى، نثمن الحقيقة الأولى اللي خرج بها رئيس الحكومة، خلي غايب ما عرف فينا هو، وقيل كيوجد كيدير كيصوم الاثنين والخميس، الصوم ديال اتباع تقاليد محمد الرسول، انه تيصوم الاثنين والخميس، او لا تيقرا كتاب ديال البخاري، صحيح البخاري، او لا كذا، وما على بالوش. وثم الحقيقه اللي قالها في الاول، قال لك حنا في المغرب كامل احنا عندنا 600 سرير. نهضروا على هذه النقطة، هذه مهمة جدا، هذه باش نجيبكم نقارنوا هذا الشيء هذا مع شي حاجة أخرى. 600 سرير بتاع عرفت أو لا بتاع عرب الدارجة العامية، المغرب كامل فيه 600 سرير، 600 ناموسية. ميتين وخمسين منها في العناية المركزة intensive care،
40 مليون خلق في المغرب. نمشيو لهاد الحالات هادو اللي عندنا قدامنا دابا، نديرو مقارنة ونديرو ماتيماتيك ديال المنطق. الأرقام اللي قلتكم دوكا كاينة 534 حالة، من هنا غدا غتكون 600 حالة، من هنا غدا غتزاد 30 40 حالة، جو سوي سيغ ان سيغتان، وغتعدى 1000 حالة من خلال أسبوع. من هنا أسبوع غادي تتحدى حالة 1000، غندخلو في الألفية الأولى من عدد الحالات اللي ربما 70% غتكون منها مؤكدة. إذا من هنا غدا، دابا حنا 534 اليوم، هذا رقم ماشي طبيعي، مازال ماشي حقيقي، ولكن حنا نمشيو مع الدولة 534 حالة، ياك؟ أوكي مزيان. إلا زدنا عليها 534 حالة، نزيدو عليها 46، عفوا 36، 534 زيدوا لها غير 36 حالة، زادت من هنا لغدا، وغتزاد، جو سوي سيغ سيغتا، ماشي عالم الغيب، هادشي كاين، 600 حالة، ياك؟ أورايت، ذاتس جود. إذا حنا 40 للمليون. و600 حالة وصلنا ليها، وهاد 600 الحالة في نظركم نتوما المغاربة فين غادي تمشي؟ غادي تمشي لمستشفيات المغرب. شحال عدد ديال الناموسيات في المغرب؟ هي 600 حالة. نعملوا ماتيماتيك ديال المنطق، ماشي اينشتاين ولا المعادلات ولا لي فورمولا وكذا ولا الجبريات وكذا، نهضرو غير بواحد زائد واحد يساوي جوج، واحد ناقص واحد يساوي زيرو. فوالا 534 على 36 حالة، من هنا غدا 600 حالة مؤكدة. هاد الحالات خصها تمشي للمستشفى، وفي المغرب كيخرج رئيس الحكومة اللي هو رئيس السلطة التنفيذية كيقولنا بأن عندنا 600 ناموسية، حنا الشعب ديالنا عندنا 600 ناموسية. إذا ها 600 حالة فين غتمشي؟ غتمشي للمستشفيات. إذا شحال كاين ديال الأسرة؟ شحال كاين ديال الناموسية؟ كاينة 600. أوكي، السيمانة الجاية بانت 1500 حالة، فين غنديروا الباقية؟ هاديك 1200 حالة اللي جاية من بعد، ألف وميتين بنت السيمانة الجاية، فين غنديرو فين غنديرو لا هاداك 600 راه كاينة في السبيطار، لأن هاد 600 الحالة شنو هو العلاج اللي تيدار ليها؟ شنو هو العلاج اللي تيدار فيها؟ وهو شنو هو؟ هو تربطهم بالأجهزة التنفس اللي كاينة في العناية المركزة، وليس في الغرف العادية. في العناية المركزة شحال كاين من سرقات الدولة؟ 250 سرير مربوطة بالأجهزة ديال التنفس الاصطناعي. إذا هاد 250 مربوطة بهاد 534 حالة. إذا كيفاش الدولة، واش خرجت في التصريح الصحفي الوزير المكلف بالقطاع الصحي أو الممثل ديال القطاع الصحي، واش خرجوا يشرحوا للناس بأن الدولة ما عندهاش الأجهزة ديال التنفس الاصطناعي المربوطة بالناموسيات اللي في العناية المركزة، ولا ما عندهاش؟ ما عندهاش مع الأسف الشديد. بريطانيا دولة عظمى وعندها الخصائص، احتنطوا بعض المهندسين من امبيريال كوليدج ومع الشركه اللي كتصنع فورمولا 1 هي بريطانيا، وبعض المهندسين من واحد الجامعه اخرى، سيمانه داروا تشخيص بان الدوله العنايه المركزه ديالي عندهم لي ريسبيراتوار يعني اوتوماتيك اللي كتصطناعي
ما عندهاش تسالاو. دابا وصلوا النتيجة اليوم، اليوم داروها في بي بي سي، قالوا بأن الدولة، شركة فورمولا 1، مهندسين ديال امبريال كوليدج، واحد جامعة ديال المهندسين في مانشستر، خرجوا بأن لقاو واحد جهاز ربما ما غاديش يكون غالي، وما غاديش يكون في العناية المركزة، غادي يكون في جميع الأسرة غيربطوها، وهو جهاز ديال التنفس الاصطناعي، خدام بأساليب اللي هي بسيطة جدا، ولكن كتساعد الإنسان على التنفس، لأن العلاج اللي كيدار الناس اللي فيهم الفيروس، وكيدخلوا له النفس باش غادي يدخل الرئتين، باش غادي يبقى اللايف. بريطانيا تعاني من هذا الجانب وعندها خصص. وصلوا على اساس انه غادي ينتجوا 1000 جهاز كل يوم. اللي غتصنع، شكون غيصنعها؟ غادي تصنعها الشركه اللي كدير معروفه، كدير المواتر ديال الطياره سميتها رويز رويز، وعندها الطوموبيلات سميتها رويز رويز، وغديرها واحد الشركه معروفه مولاها سميتو دايسن. دايسن هو اللي كيعدل هذاك لي ريسبيرات ديال هوفرز، هذاك باش كيديروا يجمعوا العجاج والغبره من هذا. هادوك الشركة ديالهم دوكا هما اللي غينتجوا لنا هادشي اللي وصلوا ليه هاد المهندسين، 1000 حبة في النهار، باش ربما كذا. وكذلك لقاو جميع الناموسيات اللي عندهم في السبيطارات، اكثر من 150 الف ناموسيه ديال المستشفيات ديال بريطانيا، غير كافيه لاستقبال هذه الحالات، لان وصلت ديجا تقريبا 18500 حاله حامله لفيروس في بريطانيا، واكثر من 1300 حاله وفاه في بريطانيا. 18500 ديال حاله حامله للفيروس، و1300 فيها ماتت مسكينه من امان غدا امنت. ودوكا تيوجدوا سبيطار اللي هو واحد القاعه معروفه هنا، بحال قاعه للمعارض، بحال داك الشيء اللي تيديروا ديال الفلاحه في مكناس. هذيك القاعه جابوا الجيش، وجابوا الناس اللي سرحتهم شركات الطيران ايزي جيت وفيرجن اتلانتيك ديال ريتشارد برانسون وبريتش ايرويز، اللي قالوا لهم راه الخدمه ما كايناش، ما عندك فين تطير. قالوا لهم راه خصكم تمشيو تخدموا في هذاك السبيطار، تعاونوهم لوجيستيكيا، ماشي فيما هو طبي، في تجهيز الكامات الناموسيات، واستعمال التقنيه ديال الاسعاف الاوليه، تعاونوا الناس اللي في السبيطارات، مشيو تخدموا تما هاد الساعه هادي حاصله. دابا جيو حنا نشخصوا، اللي تتبين الدوله ما كتشخصش يعني هاد الحاله في المغرب. شحال ديال الاجهزه ديال التنفس الاصطناعي كاينه في المغرب؟ شحال الاجهزه عندكم ديال لي تيستور؟ قولوها في تصريح صحفي، قولوا الشعب شنو كاينه، باش هيدا ربما يجي الوقت باش نضافروا الجهود نتاعنا ونعاونوا بعضيتنا في الوقت الشده. ما غاديش نبقاو نعارضوا، ما بقاوش حنا نبقاو نقطعوا في الدوله، ولكن الدوله لازم ليها انها تصالح معانا، ماشي حنا نتصالحوا معاها، هي اللي لازم تصالح معانا، باش احنا نعاونوها نفسيا وحتى ماديا وحتى بالافكار نتاعنا وحتى بجميع التجارب اللي عندنا. كاينه شحال من هنا في الريف في الدياسبورا، شحال من واحد مغربي غير راضي عن اداء الحكومه واداء المؤسسه الملكيه في التعامل ديالها مع المجتمع، الاحتجاجات الاجتماعيه بالهرمكه والزروطه بالسجن كذا 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 كذا. حان الوقت للدوله ان تتصالح معنا، تصالح معنا، نقدموا ليها المساعده، ونقدموا ليها بزاف الغالي والنفيس، ولكن تصالح معنا، ماشي حنا اللي غنتصالحوا معاها، هي اللي لازم عليها تصالح معنا، وتفتح قنوات جديده، تواصل جديد، ونيه صادقه، ربما احنا ربما غادي ننقذوا من يمكن انقاذه. كاينه شحال من اطباء لمغاربه مختصين في الأوبئة، مختصين في الفيروسات، مختصين في عدة تخصصات. الدولة هذه ربما إلى أنا ماشي كان ناشد، لازم الدولة تسرد الطائرات متاعها إغاثة مستعجلة، تجبد الناس على الأقل المغاربة العالقين، العالقين في أوروبا اللي هما غير مقيمين،
وهم في زيارة سياحة وفي زيارة عمل وفي زيارة تجارة، لكي في كندا، أمريكان، في أوروبا وفي آسيا، والدولة عطت لهم الظهر، قالت لهم بقاو تما. لازم الدولة تخصص ميزانية مستعجلة لاسترجاع هؤلاء لأنهم تيعانيو، ولازم الدولة تخصص طائرة طائرتين لاسترجاع التابوتات المتوفاة، الناس اللي توفات هنا، اللي كانت في زيارة لعائلتها واللي كانت زيارة في عمل وتجارة، جاوا هنا لأوروبا أو ماتوا أو ما تيدفنوهم هنا بدل يدفنوهم في بلادهم. لازم الدولة تخرج بهذا الشيء هذا باش تسرد الطائرات بحال اللي دارت بريطانيا اليوم. وزير الخارجية كاين شحال من بريطاني مشى في سياحة وفي زيارة عمل وتجارة إلى البلدان أخرى. إذا خصو ميزانية ديال 57 مليون باوند في تسخير بعض الطائرات لإرجاع جميع البريطانيين من بقاع العالم فيما كانوا يجيبوه، يردوهم للبلاد، لأنه داروا الشكايات قالوا احنا هنايا إذا 57 مليون حالة 57 مليون ميزانية باش يرجعوا المغاربة. إذا هنا كنتسائل بأن الدولة يجب أن تقوم بالمثل، هذه فكرة يخرج بها وزير الخارجية البريطاني، خرج 57 مليون أورو، 57 مليون باوند، يجمع جميع بريطاني اللي هما عالقين حاصلين في الدول الأخرى يردوهم للبلاد. إذا الدولة لازم عليها أنها دير واحد ميزانية ديال ماشي ديال الميزانية، ما عندها ما دير ميزانية، تخصص الطائرات ديال لارام أو لا ديال الجيش تمشي تجيب المغاربة اللي كاينين مسيبين برا، وتخصص طائرات باش تسرد الطائرات الأوروبا غادي ترد الناس اللي ماتت تما في أوروبا اللي هما غير مقيمين، جاو غير في الزيارة. أنا كنعرف عائلة قريبة ليا شوية من الحسيمة، ماتوا لها فردين كانوا في الزيارة لأبنائهما في بلجيكا وإسبانيا، توفوا في بلجيكا هما دفنوهم في بلجيكا، هادو عيف في الزيارة. إذا لازم تجيبوا الأموات ديالكم اللي هما حاصلين برا، وتجيبوا اللي عايشين اللي هما غير مقيمين، تسردوهم طائرات ترجعهم للدولة. إذا إذا الدولة ما كنعطيش الأمر، لازم تفتح باب جديد، أن هذه حالة شدة، وقت شدة، وهذه الحالة كيتخص كل شيء بينا من مواقعنا، لأن أنا عندي عائلتي في هذه الدولة هذه، وعندي عائلتي وأصدقائي وأحبابي، والبلاصة اللي تخلقت فيها والبلاصة اللي تربيت فيها والبلاصة اللي كبرت فيها كيشوف بأنها غادي للهاوية، ولازم لي تجي لي الغيرة، ولازم لي أنا ربما أنا مستعد لأي مساعدة من جانب الإنساني، مستعد لأي مساعدة من جانب الإنساني. نخليو المسائل اللي العالقة ديال لي كلاش ومعارضة ونظام وكذا نخليوها أبار دوكا، غادي ندخلو نهضرو واحد اللغة ديال بوزيتيف وإيجابية، باش ربما نقدموا المساعدة ديالنا إلى الدولة بغات تنقذ ما يمكن إنقاذه. سينو غادي تزاد الحالات، غادي تزاد عدد حالات الوفيات، غادي تزاد حالة واحدة اللي ما ذكرتهاش، وهي حالة الانتحارات. تقريبا أنا ثلاثة الناس في المغرب دوكا انتحروا بسبب اللامبالاة ديال الدولة، بسبب ضعف التشخيص للدولة لهذا الوباء، بسبب هذا الصندوق اللي ديال وباء كورونا اللي كرييتو هذا الصندوق، ومازال ما قدموتو شي فرانك الحمر لهاد الناس المعوزة والفاقدة لعملها، واللي هي في الحجر الصحي تتعيش في الجوع، تتعيش في القحط، تتعيش الفقر، غياكلوا الحيوط. عائلة عندها وليدات، السيد عنده وليدات سودور في جو بونس كي ما عرفش واش في قنيطرة ولا في اسفي ولا ما نعرف،
واحد السدور، عنده عائلة، عنده دراري صغار، عنده الكرة، كتمشي للدار. السدور شحال يدخل السدور؟ شحال يدخل السدور؟ سودا شي حاجة ديالهم شي درهم 40 درهم، سودا شي رويضة ولا شي حاجة. هو وقف مشى للدار، البلية ديالو، الكارو ديالو، الكرا، المرا كتقول له هو مشي تجيب الكومبرا، كتقول له هو انا داك الكومبرا راه جبت السيمانه اللي فات 500 درهم ديال الكومبرا ديال القفه راه فين. قالت له هو الدراري كلاو كل شيء هذا. قلت له انا هذا الشيء اللي عندي راه سخرت بيه، وانا عندي الفلوس الكرا، الفلوس الكرا ممكن. كيقول له انا عطيني فلوس الكرا، انا ماشي دولة، انا تعاوني الدوله خلصتي، عطيني الكرا ديالي. لقى راسو ضغوطات نفسيه، جبد راحو وانتحر. وزادت الحالة الانتحارات اللي غادي تكون في المغرب، ومن الطبقة البؤساء ومن الطبقة الناس اللي عايشين في الهوامش، إلى ما دخلتش الدولة دوكا، لأن المبالغ التي خصصتها الدولة لمساعدة هؤلاء ديال جو سي با 800 درهم لعائلة فيها ثلاثة الناس. بغيت نعرف واش عندكم عقل صحي ولا ماشي عقل صحي. مية درهم العائلة فيها ثلاثة الناس، نديروا الحساب، واش غتشري بيها الصباط؟ واش غتشري بيها القفطان؟ واش غادي يشري بيها العشوب؟ واش غادي يشري بيها لوقيد؟ واش ما فهمتش 26 درهم اللوبيا الكيلو فين؟ ماشي مول الحانوت، في المرجان. فين هو على الأقل هذا المرجان تابع للملك ديالو؟ يخفض الأثمنة. اللوبيا 26 درهم، وهذا اللي عاطيلو 800 درهم، عنده ثلاثة ديال الخلق في الدار ديالاش. 800 درهم معاكم، في الله شكون اللي كيدير لكم هذا الماتيماتيك في هذاك الصندوق؟ راه غير الأمير هذاك ولد الملك راه عنده 6 مليار ديال الدولار، والملك بنفسه عنده تقريبا اكثر من 7.8 ديال الدولار، مليار ديال الدولار. هي اخنوش عنده 3 شي حاجه ديال مليار ديال الدولار. اي بن جلون عنده 2.4 ديال مليار ديال الدولار. الصفريوي 1.8 ديال مليار ديال الدولار، والعالمي عنده تقريبا 1.2 مليار ديال الدولار. وخارجينا بعدا وكان ما خرجتوهاش 800 درهم ديالاش، غنخليوها عندكم. هذاك 800 درهم غتروحها لعيف السنان، غتشري عندك، غتشري عي ديسير، اش غتشري بها ديسير ولا خضرة ولا تشري بها المواد التعقيم ولا كدا ولا اش؟ 800 درهم اخويا الله يرحمني. العائلة 4 الناس 1200 درهم، وراه الأكثرية عايشة في الكرة، أكثرية 4 قضوا والما ما بغيتوش تعفيهم من اداء فواتير الكهرباء ديال 3 شهور على الاقل مؤقتا، اعفيوهم من الماء والضوء وكذا والمسائل. 1200 درهم ديالاش؟ ما فهمتش انا هاد الطريقه وهاد الحسابات اللي كديروا نتوما. ما فهمتش شكون اللي كيهندس، ما فهمتش شكون اللي كيخطط، ما كنشوف شكون اللي كيدير هاد الارقام. ما شكون واش ولاو المغاربه كتعطي لهم الصدقه؟ واش المغربي وافق تجي وعطي له دابا انت 800 درهم؟ لاش شحال ارى هنا بريطاني مينيمم ويج، السميك ديالو ربما الناس اللي كتخدم في المطاعم وفي في النظافه على الاقل هنا كيربح 85 الف فرانك في النهار. الدوله 85 الف فرانك في النهار على الاقل. الناس اللي عايشه بالسميك هنا في بريطانيا، اللي عايشه بالسميك، السميك 85 فرانك في النهار، وانت عطي العائلة الأب والأم وجوز الأولاد والأبناء 800 درهم. فين هي الفلوس ديال الفوسفات؟ فين هي الفلوس ديالنا؟ بعد عاد الفلوس ديالنا حنا 14 مليون اللي عايشة برا، حنا هنا من المغاربة كاملين عريفة، فينا 5 المليون، وحنا 60 عام تنصردو هاد الملايير ديال العملة الصعبة. وشحال من مرة رئيس البنك المركزي أو البنك المغرب ديال المغرب سي جوهري، عبد اللطيف الجوهري، كيخرج كيقول لك عندنا من احتياطات في البنك المغرب ديال العملة الصعبة. فين هي؟
هي ولا ما جبتوهاش يدوك باش تعاونوا عباد الله، على الاقل 3000 درهم العائله على الاقل، ما راعيتوش القدره الشرائيه اللي كاينه دوكا في المغرب، ارتفاع الاثمان ديال المواد الاساسيه، راه غا السكر كيدير 20 درهم ولا ما نعرف شحال كيلو، علب بوتاكاز كيسوى 80 درهم. هو انا دابا انا راجل مسؤول على عائلتي، عندي جوج ديال الاولاد ومراه، عطيني 800 ديال الدرهم، انا غندير لكم بالحساب، انا والمراه غادي نتقاتلوا عليها، غادي نطلقوا، اما غادي ننتحر عليها او لا هي غتقتلني ولا انا غنقتلها، لان داك 800 درهم غندبزو عليها، لان ما غاديش ابقى تتحش لي الهضره وابقى نمشي مول الحانوت ما تقدليش، والدراري عندي انا صغارين خصهم لي كوش خصهم كدا، هيدا انا فين غادي نصبح؟ غادي نمشي نعمل القنبه، امشي نعمل القنبه ومشي ننتحر، امشي تجبد بالقنبه ومشي ننتحر في الفيافي، وغتشوفوا عدد الوفيات ديال الانتحار اكثر من عدد الوفيات ديال كورونا، هذه حقيقه يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار. وكما ذكرت في البدايه قلت بان لازم الدوله تنقذ ما يمكن انقاذه، لان النظام في المغرب في اي يوم كيعيش الخطر. قلنا اليوم النظام في المغرب كيعيش الخطر، وانا كنبهكم في المباشر الاخري واللي قبل منه، وشحال اللايفات عملت 3 سنين هذه، وشحال الحوايج انا هضرت عليها وانتم ما على بالكمش، ما كتاخذوهاش بعين الاعتبار، ما كتقيدوش هذاك الشيء اللي تنعطيو لكم. مثلا طريقة التوزيع ديال، ما فهمتش كيفاش غتوزعوا 800 درهم، مازال 800 درهم عاكلتوها في تصريح صحفي خرجتوا بيها. دابا طريقة التوزيع ديال هاد المبالغ المخصصة للمستضعفين والفقراء والشعب هذا 800 درهم كيفاش غتصرفوها؟ قلت بأن من لديه بطاقة الرميد أن يرسل أو يرسل رقما سيبا رقم البطاقة إلى الرقم 1212 باش غادي توصل. ما فهمتش طريقة تتوصلوا نتوما بهذاك لي ميساج، هذاك لي ميساج مؤدى عليه وقيل 1200 درهم 12 درهم عفوا الميساج اس ام اس، ولا تلف هذاك الميساج غادي يزيد كذا، هذا الشيء اللي غيخلص في اس ام اسات اللي غيصلتها باش يدير الرميد 800 درهم سالي لها عيف لي اس ام اس عيف الميساجات، و 800 درهم اللي غتوزعوها كيفاش غتوزعوها؟ كيفاش عطيوها للمقدم؟ المقدم دوكا هو الساعه هذه واش هو اهل باش يوزع المساعدات الدوليه الماديه؟ واش هاد الدوله ما عندهاش المؤسسات غير المقدم اللي غيدي هذاك 800 درهم يعطيها هذا السيد؟ اولا غترسلوها له، ترسلوها له فاش؟ الا رسلتوها في البريد، اذا كتناقضوا الحجر الصحي، خص الانسان كلشي هاد الفقراء غيمشي يعملوا الصف البريد، هي لا غادي يستلم هاد الحواله، هاد القسيمه شراء ولا قسيمه 800 درهم، هاد الصدقه الدوله ماشي الشعب ماشي كتصدق عليه، هذيك راه فلوسو ديال الشعب، ولازم توزع هذيك الثروه بشكل ديمقراطي وبطريقه لربما هي تناسب الإنسانية وتناسب الإنسان، لازم تعملوا إعادة الحسابات، تعاودوا المسائل داكشي اللي تديروا تما تعاودوا لها شي شوية التخطيطات، إلا ما عندكمش عقود صحية تما اللي تتخطط وتسترتج يعني دير استراتيجيات كذا التعامل معها كذا، عيطوا الناس هنا في اوروبا وبضمانات يدخلوا الدوله باش غادي ينقذوهم من هذا الشيء، هذا بان الدوله بانت على حقيقتها، ما بغاش هي سي با عايشه فوضى
فوضى اجتماعية، فوضى سياسية، فوضى صحية، فوضى يعني في التعامل مع هذا الوباء. النقطة الأخرية اللي غنهضر معايا نهضر عليها اللي هي المعتقلين السياسيين، هذه نقطة مهمة نهضر عليها. ما كتعملوش بارطاجيتو ما والو، ما كتعملوش بارطاجيتو ما نعرفش علاش. حنا رانا ماشي دوزيم ولا بريمير، انا كنقول هنا كلام صادق من قلب صادق والنية صادقة، ولا كناخد لي نقاوة ولا جمال من اللايفات ديالي ولا الربح المادي ولا شي حاجة، وفقط أقوم ب يعني بتنوير البوبليك والشعب باش يعرف شنو كاينه وشو الواقع. بالنسبة للمعتقلين السياسيين، يجب على القائمين على القانون في المغرب أن يجتهدوا في المسألة ديال الإخراج يعني بشكل قانوني أو شكل ربما الدولة كاينة قضية في الدستور، ولو يخرج بظاهر ملكي على أساس أن الاجتهاد مزيان ماشي مشكل، وحنا نقترحوا عليكم ماشي مشكل. مثلا في السجون المغربية كاينة عندكم نساء، عندكم نساء اللي هما عندهم وليداتهم اللي عايشين معاهم في الحبس واللي كيدوهم وكيخرجوهم كيجيو في الزيارة. نساء، هاد النساء اللي عندهم وليداتهم على الدولة من اليوم قبل غدا أنها من الجانب الإنساني يتم الإفراج عنهم. أولا عندكم شحال من عجوز عنده 60 65 سنة 70 سنة، هادو كاملين ديرهم الإفراج الفوري، يخرجوا يمشيو يكملوا ديك المدة ديالهم في الحجر الصحي، يتعافى عام خرجهم بالحجر الصحي من أجل التخفيف الإنساني. كذلك كاين مجموعة من الإصلاحيات في المغرب ديال الدراري الصغار ديال الأطفال، لأن الطفل هنا في بريطانيا اللي هو اللي أقل من 18 سنة، ملي هو اكثر من 18 سنه كيبقى هو ماشي طفل، يعني 17 سنه هود. هاد الناس اللي عندكم في الحباسات اللي عندهم 17 سنه تحت، هادو كاملين خص تخرجوهم من الحبس. كذلك بالنسبه للمعتقلين السياسيين والمعتقلين ديال الرأي، هنا سيتبين للدوله ان نهضر على انني من الريف وعلى بالي بأن أنا كنشيط في الحراك في مستوى على مستوى الدياسبورا، على بالي بأن الحراك الدولة دوكا كان، لو كانت الدولة في ذاك الوقت بأن نهار اللي خرجوا الناس في الحراك خدات واحد الكارني وتبعت الحراك مزيان من جناوب عدة ومن زوايا عدة وكتبات في الكارني داكشي علاش خرج الحراك، وجلسات الطبلة مع الناس اللي تتخطط في الغرف العملية ديالها في الدولة، تقولوا هاد الناس ديال الحراك راه عندهم الحقيقة عندهم الصح، علاش خارجين هاد الناس هادو؟ قال لك المستشفى وهادي هادي مزيان، علاش قالوا يا خرا؟ قالوا ما خصنا حنا شباب خصنا نحاربوا البطالة هنايا، كنشوفوا بعضيتنا هنا ما عندنا فين نخدموا وكذا، بلا ما نمشي نحرقوا نبقاو هنا في بلادنا عايدة نخدموا نبقاو مع العائلة وناخدوها ونساهموا بلي الطاكس للدولة والدولة تستافد وحنا نستافدوا. شنو باغي الخدمة من الطاقة الصناعية فيها المعامل كذا؟ هي
الدولة تشوف الريف بأن هي منطقة سياحية على الساحل ديال المتوسطي اللي غتنافس ربما اسبانيا في السياحة ديال منتجعات سياحية كذا، النقل البحري السياحي كذا 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 في الريف باش تصرف كذا كذا. إذا هذا الشيء هذا راه غادي تاخد واحد قدام المليار وكذا وكذا، شي حاجة نجيبوه من الحشيش، الناس ديالي كتبيع في الحشيش، شي حاجة من هادو شي حاجة كذا، حنا نلصقوا شي في شي، حنا نديروهم المشاريع ومسكين باخدين مسكين. وتهنات المدينة هي الدولة استعملت مقاربة اللي هي مقاربة استعمال ديال الأحزاب السياسية بالرؤساء ديالها والزعماء ديالها، خرجوا طيورتوا الدولة وطيورتوا المؤسسة الملكية على أساس أن هذا الحراك انفصالي، وكيأكدوا عليها دوكا في الأخير ما كاين لا انفصال ولا هم يحزنون، وفقط أشوا الصناديد يؤدون الثمن، وفقط بسبب يعني أخطاء الدولة. الإنسان كيخطأ وحتى الدولة هي ضروري ما تخطأ، ماشي ضروري هي خطأت دوكا في طريقة التعامل ديالها وفي تشخيص الوضعية ديال الوباء في المغرب، وبينات على الضعف ديالها في التشخيص هذا، وكذلك دمت الأخطاء في عدم في استعمال مقاربة الأمنية والقضائية والهرمكة والزروطة وكذا، كريموجين والدولة والعسكرة والبرقاطة على الريف. إذا أخطاء ديال الدولة هذه، إذا الدولة لازم الآن باش ربما هي من باب الإنسانية ومن الجانب الإنساني على أنها تحقق المطلب اللي هو آني ومستعجل، رغم ان هذا الشيء هذا لازم يتناقش في البرلمان من ممثلي ديال الامه بعد ديال منطقه الريف، على الضغط على الفرق البرلمانيه بخروج بمشروع قانون وتمريره والمصادقه عليه حاليا انيا باش الافراج عن معتقل الراي اللي خرجوا غيرة على وطنهم ووطنيين اكثر من الذين يتبجحون بالوطنيه من مسؤولي المغاربه والذين عبروا عن ضعفهم في هذه المساله، وهو على اساس ان يجب إفراج الفوري جميع السياسيين المعتقلين، ولها من الدولة كثير من يعني التخريجات ربما والأساليب لربما كذا. إذا لدي يقين، وعقل على هذا اللايف، لدي اليقين الكامل والتام إن شاء الله، لدي حدس على أساس أن الدولة ربما مع المستقبل القريب جدا وليس البعيد، أو القريب أنا أقول المستقبل القريب إن شاء الله، أنا وسيتم الإفراج عن إخواننا، ولدي كامل الثقة في الناس لربما أتعامل معهم في هذه المسألة، على الناس إخواننا في الحراك. كما قلت في تدوينة سابقة، هناك كولسة، هناك يعني مسائل في الكواليس في هذه المسألة ديال الإفراج عن إخواننا المعتقلين، ونتمنى الخير إن شاء الله. وإن شاء الله غادي أن نستقبلوا الإخوة متاعنا، ولكن إن شاء الله مع هذا الحجر الصحي ما غادي يكونش الاستقبال اللي ربما غادي يكون بالطريقة اللي ربما كيخصهم يستقبلوا، ولكن مع الحجر الصحي والوضع الذي يعيشه المغرب حاليا إلى تم إطلاق السراح متاعهم يمشيوا يعملوا توما الحجر الصحي، يجلسوا مع عائلته في الديور، وربما في المستقبل إن شاء الله غادي تحسن الأمور وغادي تكون الأمور أحسن، ونتمنى الخير. إذا ما غاديش نكثر في هذه النقطة هذه، ولكن مع القارب العاجل سأقوم بتحليلها، وإن شاء الله ربما تكون عندي مستجدات فيما يخص. طبعا هناك ترتيبات، وهذا يعني طبعا هناك ترتيبات يعني من اجل اطلاق سراح اخواننا المعتقلين، ولدي اليقين التام انه سيتم اطلاق سراح اخواننا المعتقلين، وهذا وعد. اذا اخواني اخواتي، كنت معكم من مدينة لندن،
تواصلت معكم وعطيتكم هذاك الشيء اللي عندي، وكنتمنى ان شاء الله نتواصل معكم عما قريب، ونتمنى الله يحد الباس ونتلاقاكم في فرصة قادمة ان شاء الله وبمستجدات اخرى، وسنواكب هذه الاحداث وهذه المأساة جميعا. وكذلك قبل ما ننهي، شفت واحد السيد كتب لي انا واحد التعليق، وش حاجة سيد مازيخ ابوخ لكم مني نقطة المعتقل السياسي نيت مازيخ، ما نهاريناهم ديجن جنت تدوينة صافي بريسك 7 جور ولا 6 جور، ممكن 6 متر وهم 7 ايام سكوا 8 ايام. انهم هناك كواليس تزرن سات ساغ ناقم الدولة ذنو ما يذنو ذنو أنه قد ساعة تثريتين أنه وفيت الفرصة، الدولة وفيت الفرصة على أساس أنه الفرصة الآن السانحة أم يا غير سي عدرين طاغو يدريري النقر الحبس، ومش غاي اليقين غاي اليقين واليقين أكثر يا ربي، ولكن مش غاي اليقين أنه عيث مثلا ضمن الترتيب غادي إن شاء الله مارا كتاب زي المستقبل القريب زي شي حاجة ومسين غمرمي، ولكن زي شي حاجة إن شاء الله هذه إن شاء الله إن غميسان الأخبار إن شاء الله صفاح نشنين صفاح نتيت مثلا صفاح نريفيين أنا بعراض إن آخر آخر نكس تقر نتيت مثلا يجي ندير حبس وسيتي إن شاء الله أنفكا أنشبث الأمل وليتين أنشبث يعني أقوية يوية أن مكسيثة يوية أن عاوثة يوية بالوقت الشدة يا ثلاثين. إيش السيد يريد دريتين إنه قساعد بارسا السور ذاقي أرعيب ولقد وفقت من أجل التوضيح. مش ساعد برسا مويا كيسلا غار خير للإحسن واحتار مخت بزاف ويا كيستش نحجز غير وفقت من يوقع النهارة إج الأطمي قال الفلان ديسبورا ذاك 146,000 واحد وزما غتقبرش وحدي ذاك سطاس دي ودان ذاك سطاس دي ودان إيكايشن زيد زي لادمين وميقان حسن مرابط يريد إجن تدوينة إصاص إجن تصواث ما تفاض وضحق لأن بزاف يبقى لهم غير لاباج روها السنة اللي غينو وخاش مي مانسي بقاش وجبو تسيابة تقوش من إنجري فلان ديسبور وقاش تصدق غد اللايف كوها بعد ثلاثين تصدق شي تدوينة هذي النين أو شي كذا مية فهمت شو تعب ماشي غير فلان ديسبور البدا ونشاط إشي كوشي مية مية دي النين شاط مجن 10 جنيه 20 جنيه تنشاط إيش من تقول غير فلان ديسبور غير اللايف اش من نشاط قلت لي لاباج اون بيرسونيل مية تدوينه تاع جيب داني بدو كريم حسن مرابط نهار غادي يدي المقال ديال نيمة التدوينه اذ كات ديكس ساعد بارسا اذ كات ديكس ساعد بارسا كومو نتا اي قدم التاق وزغاريق هذيك تا كذا وميث كانش راح خوشي سيجو دي لاباج وفي غادي المقال ني ونيت صوات من 100 غياز ديال شي 100 راه مسحق مسحق راه ديريكت كسب حسن مرابط زي لاباج ري فلان دي سبورا كومو و ادمي كسب إيكا حسن مرابط خو عشي اي راح اكسيد مقالني اذا كسب كسب يا راح يد شريتي دي لا باج يس بيرسوني الحزن المرابط ينشريتي الدين يريد دي قاي نسخه ينشاد اني هذه التدويره نشرتها في صفحه طريف الديسبورا ومع الاسف الشديد ان نوف المتوكل تسمى نمسحيت لانه ذم الدكر مساعد بارسا الرخص ندير كومنت نغاسي حسن مرابط ناس انا هذه صفحتي ولا اسمح لاي واحد مدياري ني غادي يفضل حسابات اكشي جن ديال لاباجينو ني اقا ما كيجن جائحه اقا ازمه
مواجهة كورونا كي تساعد تا وتجي كي فضح الإنسان تهجمت الإنسان ناس شين دو مثلا بقيت تومات ناس ولكن واستعمل بولا باجينو من بارينو تفضل الحسابات أكساعد البرسا قال لا باجينونش ونغاسنش ما راغاخ شين دليل نغاخ شين كذا خسرت نشاط واتهم هم نادم مروح والدليل مش ساعد برسا ما ريكسي شي يجمع شي كذا ادسون شخص سبق البطل قد نو يكسي يجمع كذا نش لا علاقة لي بذلك الموضوع اذا نش انفي المقني ونجبوينو المقني قصد زير في الدياسبورا ان حسن مرابط وقد اني مواسقان حسن مرابط لباجينس اطراحهم قي عاوز النشر قي يرد اني بانه نش يعترف بانه شي سيمسح المناني وقانش يقارك قا زعما يتهمانيش قدام دابا تذكر نساعد البارسا انه مناني زعما قانش بصح غاص المقني لانه نش دابا تذكر نساعد البارسا وجبو مساله ام تكون نساعد البارسا نش دابا تكون اي واحد قيران اشاره اي واحد ولكن من باريونوري فلان ديسبورا وتشخشيشي الجن اخر سيار نيغاتيار هذا في الطرح حساباتك شي جن ناظم وما عجبش الحسابات شي جن وشي جن ناظم غاصب لي باج بيرسونيل افضل حسابات اذا اذا ساعد برشا مارينا خفير عيبنا كذا ربما يفهم شي اي الفاح هو نير دو لا فيرسيون اينو قاش قال نير دو لا فيرسيون من الجن اذا اتقد اشكو من مسجد ما في امل الله فرصه قادمه ان شاء الله ام سيجا ام سوار انه يمينو ام قيم على تواصل ان شاء الله الى فرصه قادمه في امل الله تحياتي.